يلا اكبر لقمه. يلا واحد. مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح يكون عن رح نعمل اكبر قطعه شوكولاته. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والاشعارات عشان يوصلكم كل جديد احنا بننزله، والسبسكرايب والكومنت والشير، ولا تنسوا هاشتاج حتوصلنا 1 مليون مشترك. ويلا نبلش. احنا بنعرف انه الشوكولاته بتكون اصبع صغير زي الجالكسي زي هيك. وطبعا الجالكسي انا روان نحبه بعض الشيء، فقررنا انا روان نعمل من بعض انواع الشوكولاتات. والشوكولاته شو روان نعمل منها؟ شوكولاته كبيره. طبعا احنا جبنا الجالكسي، وكمان جبنا بتذكروا الفيديوهات اللي كنا نعمل اكبر شوكولاته وهيك. احنا حابين نستغل الشوكولاتات اللي عملناها بالفيديوهات الماضيه ونستفيد منهم ونعمل فيهم اكبر شوكولاته. نحطهم كلهم مع بعض وحيكون كثير حلو. ويلا لكم كمان. هلا جبنا كل الشوكولاته اللي عنا اياها، وهون مثلا عنا الصوص، ارنب، بس شو كمان عنا؟ جالاكسي ومدري فري شوكليت، وعنا هيرشيز، عنا انواع شوكولاته. وهلا خلينا نجيب الصحن وندوبهم بالمي الحاره. طبعا هم كميه كبيره فرح نحاول ندوبهم بصحن اكبر. طبعا هلا جبنا الصحن، حطينا المي المغليه، وهلا بدنا نسين نحط الشوكولاته جواته. اوكي انا حابه نخلص شوي شوي. هاي في جرس هون. هلا احنا حنقطعهم عشان يطفوا. شكلها كامله، شكلها كامله. هاي بتنبض كامله. او ماي جاد، كيوت. يا البينجوين، شكل البينجوين. حطها هيك بس. ناميها ناميها احسن. اصلا عم بتدوب هي من تحت. ف حط السمكه. سمع هي بدي احط البسه. كمان صحن ثاني نحطهم صحن الاخير. ما بتحطي هلا؟ ما حطي بس معي. ما توقعت هيك ما راح يخلطوا كثير، اللي تحت عم بخلطوا كل شيء. عم كثير باينين، بلشوا يذوبوا كثير قوي. صعب كثير، بدنا نطلع التحت لفوق. لازم هيك. عم بتذوب عادي. او ما هي هذابت تقريبا كلها من تحت. نضمع من او ماي جاد، نطلع المي. صح انا حطيت الصوص هذا ربعه طلع من مكانه. كسرتي كله طيب. شكله طيب يكون صح. ما لو احترعنا ما بشي. نمس هاي الكيس. اوكي احنا نحط نجيب الساعة بتاعت الاول. نحط ما يدابك في تحت شوي شوي بالتدريج عم بيدوبك. راح احط لمن امس. طلعيلي هاي هاي تنكبر. حطي هاي الكرنب يعني. يلا نحط لمن امس هلا. اوكي يلا. نخلط روان. نضل في شيء ما. اوكي خلينا نجرب. انت عشان نبدا لا عادي عندي شوي. لا ما فيني. لا ما فيني. يلا خلط. حدا يقرب لنا الصحن. اوف شوي شوي بلو. هيا بلش اعمل هيك. انت تقلبيها من تحت لفوق. ايوه عشان ينعكسوا. ما يدوب اللي تحت واللي فوق. لازم نخلطهم نفس. اي هيك بلش 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 كثير منيح. حطينا كل الشوكولاتات في جامنا شوي شوي. لو قسمناها ما خليناهم كبار صح. مش الصوص اللي عملتيه هلا طالع مثل المحشي. حتى السمكه
هذا مخرف علينا. ما عم بيدوب. هيك اخيرا بلشت تدوب الشوكولاته كثير منيح. اخيرا طال شويه هلا بعد الخرب بدوبه. فين شوي بس بدكم تقلبوا هيك من تحت لفوق عشان تنزل عند المي الصلبين. ما تصلكم بدكم تخلوها تنزل تحت وتحركوا فيها وتعدسوا فيها وتدعسوا. نورمان طبخات. هلا بعد ما دابت الشوكولاته زي ما انتم شايفين شوفوا ناجي مسني. هلا احنا عندنا هذا القالب ورح نحط عليه كل الشوكولاته جوا هذا القالب. خلينا نخفق شوي حتى نتاكد 100% ان ده عشان ما نخرب اي شيء. والله حلو شكله. اوكي يلا هيك منيح كثير مبين. مسكين بعد شوي يلا. واو تكون كثير كبيرة. خليها على الطاولة. هيك صار شكل الشوكولاتة واحنا هيك حنخليها بالثلاجة لأربع ساعات زي ما شايفين هيك ونرجع لكم. يلا نشوفكم بعد أربع ساعات. طبعا أنا وروان عملنا وحدة تانية عشان نعمل تحدي بيني أنا وروان صخر. شو عملنا؟ يعني عملنا كمان اثنين وخليناهم لأربع ساعات بالثلاجة. بعد مرور أربع ساعات هلا بدهم يجيبوا لنا إياهم وأنا وريان رح نسوي تحدي مين بياكل شوكولاتة أكثر، واللي بياكل أكثر هو رح يفوز واللي ما بياكل إله عقاب. فيلا جيبوا اسمها. حاسة بدي. فهون هاي الشوكولاتة تبعتي وهي الشوكولاتة تبعتي. لازم نطلعهم بس يكون شوي شوي بحذر. نحسبها. أو ماي جاد حزنت. طلعوا. واو. كأنها اجت من كيس. شو نقلبها ايوه كأنه انتم اشتريتوها جاي من كيس. هلا هنبلش ناكل فيها ونشوفها هيك اكثر حاجه ندوها. اي دوتها نمز 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 زي ما لازم نبيعها من اول. شو فيها؟ وهيك صارت شوكولاتة بعد ما اكلناها. وانا اخذت لي فكرة عبالي ليش ما ندوب هذول الاثنين وهاي الصينية هون الكبيرة او اللي هي هاي الشغلة الكبيرة نحطه فيهم. ندوبها ونحطها كلها فيها كثير كبيرة. وطبعا روان تعدلنا بس روان طبعا برا الفيديو نحكم بالفيديو. وهذا كان فيديو اليوم. شوفتكم استمتعتوا وحبيتوا. اذا حبيتوا لا تنسوا اللايك والاشعارات والسبسكرايب والكومنت والشير ولا تنسوا هاشتاج 501 مليون مشترك وباي.